مصطفى. ها؟ روق شوي خليل. هو اللي رد علي، رد على تليفون ميرنا. طول بالك، صار عند ميرنا. لك الله لا يوفقه. زاهر، مصطفى صار عند ميرنا. وليه؟ حسن، حسن اركض. أمي ميرنا، مصطفى صار عندها هلا، اركضوا. لا شو؟ يا ابني اهدى خليل، اهدى بقى خليل، اصحى شوي، اصحى بقى، اصحى. صار عندها، اهدى شوي. رح يقتل ميرنا، رح يقتل. روق شوي، روق خليل. اهدى اهدى خليل، اهدى. صحصح، روق. قلتلك روق خليل، خليل روق. قلتلك روق يا ابني. الو، اهدى شوي. سيد عمر، شفيق، ميرنا. شو صار؟ مو هون، مو هون. يا ربي يا ربي، تحمي يا دخلك يا ربي. شفيق، قومونا. شفيق وينه؟ شفيق، شفيق وين ميرنا؟ وين ميرنا؟ قوموا لك، قوم. شو صار لك هلا؟ تحرك. عم تحميها؟ تفو. خليل، مصطفى أخذها معه، خطفها. شو صار؟ شو صار؟ ليكون خطف. وهلا كيف؟ لقدام شوي، منروح من طرقات الضيق بلا ما نروح من الطرقات العامة، مشان ما تلقطنا كاميرات الشوارع أو دوريات الشرطة. طيب ابني الكلب مفلل السيارة كمان. على مهلك، مو وقت حوادث. ما راح تختنق بالطبون؟ لا ما بتختنق، أنا اللي راح أخنقها. دورياتنا على الطريق وأنا كمان طالع. سيد عمر بسرعة شوي، رجاءنا بسرعة. هرب؟ لا لا، منتأخر هيك، نحن بدنا نطير فورا. تمام تمام تمام، فهمت. في ضباب، طيران ما بيبدأ لبكرة الصبح. رح ناخد طيارة خاصة. اجت الشرطة. لا حسن، يا ربي دخيلك يا ربي. الو الو زاهر، شو صار؟ هلا اجت الشرطة. الكلب خطف لي بنتي، دخل على البيت وخطفها.